الظاهر ان الهام ما تعرفونه ما يعرفون الهام غير الرجاجيل لو انهم والله ما يستاهلونه لو انهم والله ما يستاهلونه يا 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 صباح الصباح فتحي حليم والقب ما فيه شي ولا مليم بس المزق رايق وكريم باب الأمل بابك يا رحيم الصبر طير غير الأحوال واللي معاه المال برد الفير يسرق بكريم يا مصبر يا مصبر طش قبل يوم وجهت الضبا وسط جيب تصدر من لا هذا براقي الله لا يحييك قبل يوم براقي من طريف ما براقي منك ما عرفته براقي اشتنى براقي من طريف حلف قلبي أراد بريان يا صوب يا اشياء فكرتها جميلة افتح تشوف بيض الله وجهك وبيض الله وجه فريق دعمك وجهك الله يرضى عليك عندي لعبة لعبة يلا اللي يطق خويه والله يا ولد الو مش ما يصلح لك بدله مصباح ما يصلح يا اخوي غير راكب ما تسترجل على البقر ما في شيء اسمه احكام معقوله شيء حكم حكم وشيء ما ما في حكم ولا ايش اسمه شيء صايدين فايدي ها 21 صايدين فايدي صايدين فايدي صايد وفايد ورنا يا كنت الفارسي يقول ايش قلت كان عارض عارض ضمن الحر يا حر عارض ضمن الحر يا حر فازك حيلان بس انت الموضوع اللي بيفوز في العشرين يقول 17 والله شارع الرياض اللي بيفوز في الثلاثين يقول 27 ان شاء الله يجي ان شاء الله يجي حمود حمود كيف الليالي ما تدور الوقت ما هو مثل ما انا والليالي ما تدور قاعد اسولف انا قاعد اسولف قاعد اقول صرت شاعر تدري انت ولا ادلف ادلف شاعر سلمان سلم سلمنا سمعنا سلمنا بسم الله عليك اغطيك قسم بالله وش اغطيك انت تحسبك تمره الحين اخذك الحين اكل اسلم ايوه هو بين وبيني شكيت ماشي يا عباس 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 كيف الحباس من؟ عباس برا عباس من كم هي من كم؟ الله يحييك من؟ ايش غنيت انت؟ حيوه من كم من كم؟ من 20 ابدا ثلاثة أربعة لحن 6 7 تحط بطنها شوي دقيقة 9 11 12 15 17 صح كذا تفسنت هارس لا عد 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 اروح معك عد عد بس ترى قبل شوي فايز ابو عماد بيصيحها عدها 1 2 3 4 5 6 5 7 8 9 10 11 12 13 قسم بالله نفسه يفوز لا 15 16 17 17 وربع 18 قلت 18 وربع لا هو انه قال 18 19 تحدى على 20 لا هو اللي يلا احمد لا ثالث مره بفوز عليك الحين تكفى يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10 15 اياه ما بس سبع اللي يقول 14 يفوز طيب اسمع اسمع 1 2 1 2 يا عيال والله ما حد خلاص ما حد 1 2 يلا يلا انتم مصرين يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لا لا 10 11 12 السلام عليكم 13 15 16 17 16 17 18 جاكم أرس
16 20 طيب 19 20 ياك حلان هو يقول 14 يضمنها فاز حلان اهله اللي يقول كم طيب انا ما اقدر حلان انا ما اقدر الا فايز ياك حلان اللي يقول كم غشيت الدله ولا طيب يلا نوم ها دل الجلسه بعد هذا شوي 6 7 جبت الامور كلها 10 11 12 13 هذا شو 15 16 والله يا ابو شايع انا خلع ربك اسجل اسجل واسوي مبادره ومخلص امسيه وكلها كتابات وكاتب لوحه العلوم الختام العلوم يا شباب ما قدرت والله نايم العصر اخذت لي نص ساعه ولا استمتعت فيها الله يسعدك ابو شايع انت فنان ممتاز لا الا 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 فيه فيه سلمان صار شاعر اسلم يا سلمان والله يا اخوي اقسم بالله كلام هو اقسم بالله عليك ودي اقطم كذا كل شيء عندك عندك ايه هنا قوه قوه فوق اما ذق بيل اما ذق بيل فوق اه هي قوه ابو شايع يا ولد يا ولد اسمع سلمان يا ربي خليني اقول قصيدة اصبر والله ما غلط دير في المواجهة بس اصبر بس والله بعد حتى حبوب وخشم وخشم الله يبارك فيك خليني اقول لك ما وقف قول لهم غازك لا فرد حبي عشان ما يخلص البنزين اي ما وقف ما وقف ما وقف ولا مدري فل ما عادي 20 ما عادي فل 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 لم قضية 14 وانت 12 وبينتهي البرنامج قريب وانا اللي فايز وراح ادشنها بس انا ابيها الموضوع ذا وش هو ذا ما الفايز انا عايز على ابو سحاب طيب ترى في ناس ما قالوا امين يقول انت ابغى اخذ لك زوج اي من قريب من قريب من قريب من قريب مرحبا ابو سحاب ترى ما قال امين اشوفه قلب وجهه ابو سحاب هذه دعوه تطلبها من الناس تشحذ ايش رايك عبد تشحذ لا لا مشحذ انا شخبات بلديه يا مسلم يا مسلم يا مسلم يا مسلم يا مسلم انا اول حاجه انا اشحذ ربي اول حاجه وكل ابوكم لا فزتوا فزتنا يقول هذا أنا نفس اللطافة والرحابة لكن أظن الزمان ما هو زماني ليت من ما أخذك عن عيني نهابة قبل ما يأخذك عن عيني خذاني خذاني عن جميع الناس أحبك بالنيابة أنت حب الأرض وأنا اللي أعاني خلاص ما ماني شاعر ماني شاعر أنا ما أكتب شعر أنا صح أنا غلطان 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 حقك حقك يا ريبو حقك أبك هذا ما غلط عليه بهالبرنامج خلني أرجع لا حول ايوه رحابه اسلم تقى الرصيف يلا سحابه ايه اقعد اقعد وجودك اقعد ما تدري اني صرت شاعر انا شاعر تطورات يقول هذا انا نفس اللطافه والرحابه ايوه لكن اظن الزمان ما هو زماني اني الزمان ليت صوت يا ولد انا اللي قايلها ولا انا عدل فقط اها بس ترى مو شعر يعني من الحين يلا يلا زماني ابك ذا شاعر ذا ابك ذا ما هو بشاعر يا رجال مو شاعر يقول انا عبد الله الروقي شاعر اكتب يلا اكتب الحين عن سلمان اكتب يلا ما تكتب ما تقدر سيف فهد شاعر ما تقدر عندكم عندنا تسجيل بنروح نسوي شاعر وامسيات يا ولد انا علوم علوم انتوا الناس تغير اسمهم على طق الخبير قديمه عطني لحن والحين اعطيك بيت عطني لحن يا عبد الله الرقي وش اللي حصل وش صار اشوف العرب قامت تغير لواحنها قديم ترى الشطر الاول ها ترى قد قلته انا اي قلت لعبت انا وياك على اللحن ذا صدق والله ايوه طيب يا عادي عادي لا لا عبد الله انا بغيص يدور الربع ذا يدور الربع يجيب لي احد قال ابو عبد الله فريد اليوم قال انت سميك يا ولد دور الربع انت ولا ما له سرعه ما له دخل وش؟ هاي قروره عط عط شو فيه؟ يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 في جديد ابدا انا ابدا كرتونين كرتونين ما هو كرتون يا شيخ حرام اي والله جابها ابو عماد الله يطول عمره حق منهم ابو عماد لا تستاذن
يا ويل امس يا ويل امس توك جاي من برا صح ما لومك لو تقعد عندنا اربع ايام والله هذا اخذ كل شيء لازم استدانه يا والله سيفه هذا طلع من غلافه ورب البيت اني مدري تجلى في الاونه الاخيره اك حلا يا ترى استدعاء من باب الادب والدراما عارف الادب عارف عارف هذه من البدايه لا قال لك من علم معلوم لا بس لازم تستاذن من راعي الشخص يعني مثلا عبود اعطاني اعطاني قبوعه زين كابا كاب كابو هو اعطاني سريره من نام سريرك اليوم انت انا واستاذ انت لا ليه استاذن من اول ما طلع من الغرفه قال اطلع برا ايش سوى هذا طرد من راسه صحاطير طرد من زعاطير منه منه زعاطير منه مني. شف منه راح باحترام هالمشكله حلال لا لا شمر منه شمر منه زعاطير من كل مكان منه ومنه بالله يا ابو مبارك منه اسلم اسلم ابو ما ماني بسرير فيصل ارجاني ارجاني بطرده نعم ها شوف خلق قمح حديثه لا شخصنها كيف ابو عوض اي نمت سريره استاذنت منك ابو اسحاب مو هبكي يا هنا مخليه في درجيلك الله يطول عمرك الله رزقي بعجي انت مشتاق يا سلام وش اسباب شوقك يا وسيع البنا الله الله هذا محمد الفيان تبع بيت بيت البيت بيتين والله بيت بيت شو القصر ذا يا اخي يا عبد الله رزقي بعجيت مشتاق وش اسباب شوقك يا وسيع البناين يا لا 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 سمو وش انا وعبد الله دور ربع بعد بتصير مثلهم صدق والله ايه خلك بس يحسبنا مستثمر الغالي خرب السوق ايش دعوة ترى جلسة انا جيت متشوق بعد طول الفراق على شاء من هم حزم يفاش دايد انا ما حزم اي باش دايد نظام تعرف انت تغني معنا متجلي سيف فهد متخلف وش عدا ابو سحب زدها تخابر راح القرقاح الله يذكر ابو غير يا احمد عوض قم وخلع عنك النوم يا احمد النوم ما فاد ابو مدلل لا لا مسكين مسكين اللي تصبح حاجه صباح مسكين اللي تحسب الواجد شوي والله متجلي فهد سيف فهد صراحه فهد سيف فهد شلون لان ورده فهد اكيد فهد سيف فهد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ابو علي والله ان كان سلطان حاكيني ولا مشعل سبحان الله يا ولي لا 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 سمحت ها بعد شو تدور؟ دور الربع في احد الناس يقومون الصلاه يلتفت يقول دور في احد يقومون الصلاه ايش فيك؟ في احد ما علمك شلون تسولف؟ يقومون الصلاه وشو تخيل انت قلت غلط تخيل قايم من النوم ايش فيك ايش فيك؟ دور الربع انت؟ شو تقول استخلها ده؟ ويش عني ايش يا اخي غبية وربها الكعب ايش يقول فريدي باب؟ سيف وين شنو؟ قلت له انت ودك تسولف معي انت والله انها غريبة ولد يسعد ما ادري وش ايه تخيل كذا تخيل كذا ظل وجهه تخيل كذا راقد شوك دور ربع ظل وجهه راقد العالم مسكتيه ما 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 ابي ما بارد يا عيال يا عيال ما بارد علقي علقي ما بارد ابو مسلم طول ما بارد ما قلت كب علي كب علي بيبسي ما قلت كب علي بيبسي ما اتقطع هذا اللي بلقاه منكم اما دمار حال ولا دمار ملابس لا ابشر والله يحييكم كلكم تعال تعال ما فيك شيء تعال اقعد تعال دخلنا امسح فيك تعال
اصبعك انت بكركم. تعال صبك هذا. فذلف فذلف فذلف. ما بنا اللي اخذ الثالث يا ولد امشنا. راح راح يا رجال راح انت. حي يا مبارك. انت عليه انت. انت على التوالي. لا 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 انقلبت. حيوانات ياكلون الكرتون. ما انت مالومك 105. مالومك. رجوع كابر. رجوع يا عز اعترف نفسك خلاص انا دار داري يا عزتي مالوك والله مالوك قام ياكل كراتين ابو مبارك شوف يقول استاذ بعد يقول استاذ اي ما يجوع هلوها ولد كلب يا ولد انا خايف النقار ينكمل التاق وجالك طط عيد 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 الله الله رحمك الله الله اي انا خايف النقار ينكمل التاق وجيت بطبوع من الطبوع الجدايد وجيت بطبوع من الطبوع الجدايد يا عبد الله رزقي بعد جيت مشتاق وش اسباب شوقك يا وسيع البنايد بعد جيت مشتاق شوقك يا وسيع البنايد رد واش قلت عبد الله سمعت رده انا خايف النقار ينكمل التاق قرات تاقاتنا مو بس وجيت بطبوع من الطبوع الجدايد وجيت بطبوع من الطبوع الله لا يحيي الله لا يحيي روح لغير ثوبكتر روح ثوبكتر راح الله لا يحيي ضيع الشطر كله هذا لم تكن ذيب الحرب خدعة ما خالف عليك حلو أنا ما نايب ثوب على كل معلاق يا سلام ابشرك متجمل وصايد وفايد ابشرك متجمل وصايد وفايد اي 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 الله بيت قوي ما بغرب عليك يا ابو سحاب يا رجل هذا اذا عين زرقان جاك الابداع الله ابداع مين جاب زرقان الله يطول عمرك انا اللي علمت القصيد والقافيه وشلون يلا السلام عليكم ارحب هلا احد عنده سلف حلق بلا وجهين ايش تبي عند عثمان توي داخل الله يعطيك الفض ها حيو عثمان الجنيبي ولد مشتاقين للشله هي والله لكن ان شاء الله بيشغلونها في الوقت المناسب ان شاء الله شوف هذه احجار انا خويك في الليالي المعاشير لما شنتك لما ايه يا عبد الله الرزقي بعد جيت مشتاق يلا ايش اسباب شوقك يا وسيع المنايل ايش قال؟ انا جيت متشوق بعد طول الافراق بعد طول الافراق طول الافراق اي علشان ايش يقولون ما هم محزبين في الشدايد قلت انا خايف النقار ينكمل التاق وجيت بطبوع من الطبوع الجدايد هالجدا ايش قال هذا خوي انسحاب ايش قال هايد وفايد انا يبثوب على كل ملاق ابشرك متجمل وصايا كفو الله ارجدا اقعد المدلل شلون عنك وياشر اقعد قال لي اذا صار انت الاول جيتني عند فارع من اقرا قصيده ايوه ايوه من انت انا انا لا بعد لابس بدله شايف هي
لا هو كان معنا. اي ترى اسمع ترى سيف ما عنده سوى سكك طراق. عد 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 ترى سيف ما عنده سوى سكك طراق. يا ليتك قعدك وما يا ليتك قعدت وما لحقتك النقايب. يا ليتك قعدت وما لحقتك النقايب. يا سيف ما عند سواصك كطراق. يا ليتك قعدت وما لحقتك النقايب. يا عبد الله لا انت قلت تطقك تراك تكفى يا عبد الله شغليلي الله بالخير. لا هذا بيتك ترى تمثيل معنا فقط. تمثيل؟ تغليف معنا بيني وبينك. ما هي اكثر دولة اسلم. انا اشوفكم ما بين ارحب ارحب من هذا. بسم الله عليك ما شاء الله. اصبر خبيت وانا قبل ما شاء الله. هلا لابس مايك. اوه المشايخ مشتاقين للوردان يا عيال. اوب 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 مرحبا تعال. ما نتمنى هلا 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 كيف الطريق؟ ما نتمنى ذكر والله شباب ذكر والله. ريان دقيقه عندك مقدامه بيت أنا عارف. يلا حي. والله عيونك راح حسين. ركان بمن؟ أكيد الجامع يعرف. لحظة ركان بمن؟ جيبه يا مار رياض ما كنت أري. ركان بمن؟ محمد أنا ما كنت أري. أبو علي. لحظة لحظة. ركان بمن؟ خطف حسب رياض. ركان بمن؟ أنا شفتكم ما بين. ركان بمن؟ والنعم. وش؟ لا قل عادي. ركان بمن يجي. هلا شلونك؟ طيب بعدي والله ما شاء الله عليك. عطى عطى يوم تعال 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 جنبي تعال 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 لك اليوم تعال جنبي تعال جنبي عليك كل معي هديه ولا تعال الدنيا هذه ليه؟ شلونك؟ عندك مقدام؟ زيد اخوك وينه؟ عندك مقدام بالبيت؟ شلونك؟ ها؟ ونعم الحين انت مثل هالمقدام التهليل هذول تزعجون ولا خلاص؟ احنا نروح مدرسه. نروح مدرسه؟ وش تسوي مدرسه؟ اخوك يزيد تلعب بالفسحه. ذاكر زين اي صف انت؟ انت ابوك تعال تعال اخوك بداية. لا ما شاء الله ذاكر زين شاطر اكيد. وش واجباتك؟ عندك لغتي؟ عندك رياضيات؟ انا اشوفك هلا هلا تعال تعال يا اخي حب الكبير للوجدان. انا ما كنت غير الفرايد. ايوه ممتاز انت انت داوم اخوك ولا داوم؟ داوم خليك فرات عن خلينا حلو تروح ما ادري عندك علوم داوم اي صح لابسين هبه جمهور جمهور الفريد 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 جمهور النبلاء الشوامخ الرماه 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 حبر الباب صيغه وطاقه شوف ابو نعم مالك قول اخلص يا حار رد علي اخلص خلصنا يا حبيبي ايش ردك؟ ما عاد فرق ولد دقيقه لا يشطبون راسي ذول يطقطقون علي. انت ابوك ابو عزوز اخوك الكبير عبد العزيز طيب اخوك الصغير اسمه يزيد يا اخوي شوف لي خلاص يا اخوي شوف لي انت عندي اخوان يا زيد يا زيد الامه الثانيه مرت ابوه الثانيه. انت ما تحس اخوانك اللي من الامه الثانيه مرت ابوه الثانيه كيف من امك دقيقه توقعت كذا عارفين معادل انتم. ما عندي الا اخو سعد اوكي قاعد اقعد اسمع الكلام ان شاء الله بس عنده اخوان. هلا مرحبا تر سمان يلا 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 بابا يلا 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 خلاص بابا خليك معهم هنا ابغى اروح اجيك. طيب دقيقه يا عيالك كمان تكون سمي ابغى اروح اجيك حقيقه لو ان ما انت متعب الاخلاق يا سلام غسلنا يمانينا بصابون دايت حق الله يدي
صابون. صابون ايش؟ لا عادي الاعلان تبع القصيده ما يعتبر اعلان. صابون ايش؟ حرف ايد. حرف صابون ايد قل. انا شفت الله يحييك ما اسمع شيء انا شفت لي كبري ولا شفت الانفاق وهذي وهذي كل بوها وهذي وهذي من كلام الجرائد وهذه من كلام الجرايد الله يا ابو عدي هذه فيها صدق فكره هذه فيها دهاليز هذه صح هذه دهاليز شعار هذه ترى يا جيل بلي حلق يا ولد دبر لي حلق يا ابو علي حلقي راح لا عثمان لا ابي حلق زين صوته لا بسحاب طبقة واحدة لو يخيروني طبقتين بسحاب اختار بسحاب صراحة بسحاب انا من شلوق اللي انا من شبيحة نبرة بسحاب شبيحة ابو شحاب في موقف اصبر الرزقي زاني تعبان انا قلبي يبغون المسبح يا احمد بكره حبه برد برد ما يمدي برد انت تعرفني انا ابو عبد تعرفني اخت مسعود اصص ابو شايع اصبر خلني بجلس تعرفني خلاص الله يعطيك العافيه تعال يا ابو ما هز راسه على طول انت تعرفني سبحان الله تكبير لحظة وقف هنا وعندها ذكي ما شاء الله عليك الحين ابغى بياخذ لك صورة معها عشان بعدين احفظها معك عثمان هو تبغى تصور مع الصورة ولا مع عثمان ابنه؟ تقوم عشان الليل توه يلا روح ارقص صور مع الرماة روح ارقص يلا كيف حيو عثمان الجنيبي لحظة بقول لكم شيء يلا قول له شيء الله يحفظك ربي يحفظك يا ما شاء الله ما شاء الله هلا بدل زايد هلا بدل زايد تعال تعال زايد هناك ولا بجيب انتبه انتبه هلا ولد بس روح تحت رجله روح تحت رجله يلا على الله توكلنا وسقنا القدم يا ترى الرجال عجب نعمة على الله توكلنا وسقنا القدم قدام لا لا يدرك الرجال واجب نعمه على الله توكلنا وسقنا القدم قدام ولا يدرك الرجال واجب نعمه ما شاء الله عليكم ما شاء الله شو تعرف تركب خذ على وقتك صق والله شو اللعب يطلع على راسه فوق ذاك اليوم من دخلت خذكات قال انا لو بهك معكم يلا مش خلنا يقول له بس اوقف جنب السور يقول لك بس امد يدي صح يا لقيت قدي خلاص يلا خلنا على العيال خلي ايش لك بدر الحسين في المسبح من عياله الله نعم ترقي قضى الكلام شو اسمك حلال ابو عزوز لبك ابدا ايوه صح لازم تلبس تعرف كيف تلبس بنطلون وقميص وتسبح عليها هي الجمم 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 ابو احمد الجمم تعرف هذا من تعرف لحظه هذا من هذا من هذا 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 الولد الصغير من وهذا لحظه ها شو اسمي انا وهذا هذا من يا طيب اسمي شيخ هي ها ها جد 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 حجبناك ما تشبح بعالي تلافق حجبناك ايه بعد ما درينا انك فقط راق مزايد الله يحييك ايه يا ابو سحاب
بعد ما درينا ما شاء الله حوار طيب نلعب معه عجبناك ما تطالبه كما تشبح بعالي تلافق بعد ما درينا انك فقط راق مزايد يا عبد الله الرزق يرد على الروقي 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 ما بقى هو تعال سلم يا ولد تعال يا حبيبي تعال سلم هاك تعال هذا صار ما ادري ايش بيقول شبهك انت شايع اكبر عن الطبس شو اسمك انت تعال شو اسمك انت ابو خلف شو اسمك شو اسمك سلم تعال ركان سلم معكم ما تسلمون علينا احنا هلا ركوني ما حدث انت شو اسمك هلا والله بالشيخ ريان ما شاء الله شلون تعال سلم يا عباس هذا ريان تخطب تخطبها تذكر اسعاف ليش انت اسمك عباس لا ريان خالد ونعم ريان ونعم تعال سلم يا ريان تخطف الاسعاف ليش ما تحب الاسعاف جسمك ركان ما جسمك تعب تدري انت اخوي الصغير اسمه ركان ما شاء الله والله سلم ارحب يا شيخ شلونك قل قل يا عباس ريان قل قل لا والله انا ولا ابوي شلونك قل 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 قال هلا فريدي شلونك كل زين تاخذ من؟ منو؟ اسعاف؟ ما اسمه اسعاف؟ منو؟ الرجال يخطب حسن اخوك يخطب سحاب اخوك الصغير اسعاف يقول حسن تعبان يقول خطب هو بيقول خطب سحاب قال خطب اسعاف لا يقول بخطف الاسعاف لا بخطب سحاب يا وين طالع يطلب منو هذا حزه شفته شاف سحاب تعال الرجال كوف ونعم ونعم والله مجمل والله يا ابو سحاب وش يبي وش تبي يا ذيبان طيب انا يطلب القرب منك يا ابو سحاب سحاب ايوه وش تبي طيب واف تبي سحاب تبي سحاب ارسل بالابلكيشن هاجر ستيشن واطلبها يا ابني يا ابني تكبر ان شاء الله وتصير جاهز ان شاء الله الزواج وحياك الله خلاص سحاب اكبر منه اكبر مني حتى واحد في بالي انا اشهد انجاهز للزواج هاي ذا العين ها راح لابوك خلي يعطيني اداره القناه وابشر هذا غدا على الجو قل له ما عليك منه يا رجل قل له سحاب اكبر منك اكبر منك خلاص قمر قمر مالك دخل انت قمر مرتبطه قمر محجوزه لا والله ما كنت لا انا طلبتك يا رجال كف طيب اصبر وخلي الرجال اسمع يا عبو يا ريان خلها تكمل ابتدائي ما في خلت خلص ابتدائي بس بمشي خلاص بنتي عندها طموح تخلص ابتدائي ان شاء الله اذا خلصت ابتدائي لنا حديث ان شاء الله ريان ترى ما هو مخليها كم دراسته بقاعده بالبيت لا لا كم دراستها اهم شيء العلم عندنا يقول لك اسمع بشيء الاساس اسمع اسمع تروح مع اخوك خلاص تعال لي بعد هذا المدراء يا بدر حسين سلموا سلم فهد سلموا سلم على العمارة فهد سلم على عمارك شو اسمك؟ ما له شغل شو اسمك؟ كف من؟ منيرة تاج راسي أو نعم تعيش منيرة؟ أو نعم أقدر أقول لك إني جاي إنك مستعد ها؟ جاي إنك مستعد ينتظرك يقول لك بس منيرة تاج راسي وتاج روسنا بعد تاج راس فهد لا قال تاج راسك تاج راسك تاج راسك منيرة تاج راسك يعني هو هجوم يا لا هو مستعد للهضم انا قبل زياد مدري يزيد ولدي وين كنت استخدم الظهر سالت على يزيد قال ما هو اخونا ما اعرفه اتحدوه والله طلعوا لازم اللي اخوه من امه وابوه هذا اخوه من ام ثاني ما تعال تعال يا قرب لي بس ما يدري ايش انا يشوف احيانا تعال انا ابوك تعال طلع الشيء يقول مزوي على صغير اي عبد الله وش اسمه ريان وركان يا ركان فهد اسمع محاوره هنا في محاوره تعال تعال ريان تعال ما خايلنا فوقك ليالا حب الرق ولا يستحق العز رعى الوزايد
يزيد صغير فين؟ والله عبد الله ختامها مسك. عسى الله يفرحكم ترى خاطري ضاق وشعر بلي صف ما له فوايد. حلو 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 جالسية. أول بداية أول بداية عادي يوم يقول لك يعني عرفت هذا اثنين اجنبي جاء انت صح طالع قبل 54 يوم ما تدري. الله يسعدك شكرا على الترقية. من من انت؟ من من هو ترى؟ من حنا حنا عمانك صح ترى فريد محمد عبيان صح شيك انت صح مسوي جاي تلعب محاولة مسوي جاي تلعب محاولة ابو سحاب ما ابو سحاب تلعب ابو سحاب طنيبة ابو سحاب تلعب معه جزاء عبد المحسن جزاء عبد المحسن انا بجيكم خلاص خلاص اصبر اصبر بقفل بقفل دقيقة 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 ابدا من البث دقيقة بقفل من البرنامج سلام ها اشغلونا اذا كنا شعار يجي مفايد فارغ غسل بيتين غسل قريب فايد ازال ازال تضبيط ازال انا ابوي مكان هذولي طلع راسي من فوق يقولون فهد فارع استاذي فهد فارع هذا استاذي لا تدخل انا شو اسمي؟ فهد فارع انا تعرفني انا دب يا الطنيبه قول قول انت الطنيبه رد عليه يا الطنيبه يا ولد منيره يا ولد منيره وش قال لك وش قال لك؟ الطنيبه قول قول لي يقول لك اسف لا لا هاك 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 الديزل والله العظيم اذا ما قال لك اسف مني انا اشب الماي والله العظيم وين حلفت؟ انا قلت لي اسف طبعا خليك تشرب مويه كله اشربه يا تم لا ارشف او قال تشرب مويه والله يا ابو انا حلفت والله ما وانا حلفت والله ما ارد ابى اقول لك شيء بقول لك اصبر اصبر دقيقه ابى اكمل طيب ابى اكمل طيب عادي ابى اكمل والله ثلاجتين قهوه ثلاجتين شاي يقول جاكم جاكم فريدي ما عندي مشكله فريدي يقول جاكم جاكم المستشور المستشور انت المصطلحات عندك اسمع اول شيء انت تخطب اخطب سحاب تخطب اسعاف قول لها اسف سحاب الحين برد الحين برد والله ما اقدر يا ولد لا ترش لا رشك وخر عنك يا ولد اسمع اسمع لا لا ابو قول لها اسف زين قول لها خلاص اسف حلو لا انا رويه طقطق علي يا الطنيبه طقطق علي انا تعال ابيك تعال ابدا بس انت الطنيبه يا الطنيبه يا اخي انت نطيطه انت نطيطه والله ما شاء الله عليك انت دنا انت قول انت تريلا انت تدري ايش انت؟ كم باقي لك بيت؟ بيتك وش عبد الله؟ كم باقي لك؟ تدري انت وش؟ اسمع قل انا وش؟ ما شاء الله عليك انت طنيبه والله يستحق العز وش الطنيبه؟ تعرف الطنيبه؟ نطيبه نطيبه ايه يعني نطيطه انت عمود كرنك انت ما شاء الله عليك الله يحفظك يا اخي انت انت علبه بيبسي قول انت دبة مويه يا اخي انت علبه بيبسي يا اخي انت معجون طماط اصلا اوه اصلا انت صوره مربعه ووجهك مربع والله حلوه اسمع انت كرتون شاهي عطى المايك يا سلمان عطى المايك ريان ريان انت ريان ريان انت وش انت شعرك بريحه برايحة هذا لو ايش ترجع اقسم بالله انت تشبه هذاك بالضبط ابو سعد هذا لو ايش ترجع ضحكت واحد مشهور عنه مليون قبوع مو بقبوع واحد اسمع قل لي سلمان بقول له نكتب يضحك مره ثانيه قل لي قل وراك وراك شوف على طول سلمان بقول لك نكته يلا نكته اقول لك نكته ثانيه هذه المره تبكي فيها نكته ثانيه كنت سمعته والله صار عليهم ايش تضحك يا ولد ترى احسب لها طقطق ترى من جد يا الطنيبه ما لا تاخذ بالسوق بمكان يا الطنيبه يا ولد مره حاجني يا اخي قال كلمه صدق صدق جابها صح كحلال وحنا بالمول زين يا ولد عجزت امسك نفسي الناس تناظر واحد واحد يقول على السلامة يا اخي انزقل انزقل شو يقول؟ يا لا عاد كم اكتفيتوا؟ ما نكتفي يا اخو بحور انطلاطم اي اذا كنا شعر عرفت؟ بحور انطلاطم لا وش رايك وش رايك؟ يا رجال عبد الله صح وش رايك؟ دخلت عليهم دخول واحد بس وسكتهم انت دائما تسكتهم
انت هم انا عرفته شكلنا دايم هو مسكت ترى لا شوف انا حتى يوم لا يوم دخلكم بشكل عفوي حيا لاني خايف من ردكم صراحه يعني اخاف من ردكم اعترف يا جمهور الوقت انت دكتور واجبات تدري ولد ابو سحاب انت مبدع انت لوحتك سنت انت قزازته حقت سنت انت قزازه تيس انت سنور انت عيون انت عيون حلوة يا خيانت هلا انت فنيلة وسروال من بين هذه الزوايا خطت حكايات كل منهم